مساء الخير. بحب اسكندرية وبعشق أهلها وبحرها وفنها. الفن طلع هنا من اسكندرية. سعيدة، تحية ليكوا يا اسكندرانية يا بنين، بحبكوا قوي. انتوا العشق، بلد الحبيب الغالي محمود عبد العزيز. ليا الشرف النهاردة ان انا في دورة فنان عظيم بحبه وبحترمه وبقدره على المستوى الفني والشخصي، وهو عاشق وبيحب السيما، دورة الفنان الكبير محمود حميدة. انا اللي طلبت النهاردة ان انا اجي اقدم الغالية، بنت الغالية، وانا سعيدة جدا ان انا مع شعار ملوك وزعماء الكوميديا اللي اسعدونا. الشعب المصري والعربي صعب حد يخليه يضحك وصعب حد يخليه سعيد، لان القفشات والكوميديا اللي في الست المصرية والراجل المصري موجودة في كل بيت. فعشان يجي فنان او تيجي فنانة تبسطه وتضحكه، دول لازم ياخدوا الاوسكار. زي ما انتم شايفين الافيش اللي على اعلى مستوى مركب عليها زعماء وملوك الكوميديا، دول اللي اسعدونا. النجوم دي عملت مدارس للكوميديا، اتظلمت في المهرجانات، لان كان دايما النقاد يقول لك ده فيلم كوميدي بسيط، لا ندي الجوائز لافلام تانية. لكن الحمد لله احنا في دنيا جديده، ودنيا هتقود المركب دي. دنيا دمها كله بيجري من زمن الفن الجميل. دنيا فكرها متطور هيقود مركب الكوميديا لكوميديا جديدة، كوميديا محترمة. دنيا عاشقة للفن، دنيا عاشقة للكوميديا. دنيا هي ست بنات جيلها في الكوميديا. دنيتنا النهاردة اللي هنسلمها راية الكوميديا في مدينة الفن ودورة محمود حميدة هي الدنيا الحلوة، دنيا سمير غانم. وزعماء الكوميديا، للمبدع الفنان حبيبنا كلنا زعيم الكوميديا وملك الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم والغالية دلال عبد العزيز. فنانة شيرين اتفضلي معانا. سمير غانم، يعني مين ينسى المتزوجون؟ واحنا بنكرم استاذ سمير غانم النهارده اكيد مدام شيرين ده هتكلم معانا. الكبيره